اهلا بكم من جديد مع فقرتنا الثالثة في حلقة اليوم، فقرة خاصة بتحليل الجانب الفني لمباراتي اليوم ما بين الاهلي والبنزرتي التونسي والزمالك وسان جورج الاثيوبي، والنتائج اسفرت عن تأهل الناديين المصريين ليصطحب معهما الاسماعيلي وانبي في الكونفدرالية الافريقية ليكون اسبوع مزدهر للاندية المصرية في البطولتين الافريقيتين. بيسعدني ان يكون ضيفايا في هذه الفقرة كابتن ياسر رضوان، طبعا نجم منتخب مصر السابق ونجم بلدية المحلة وهانزا روستوف الالماني والاهلي المصري، احد نجوم كرة القدم على مدار تاريخها. طبعا كابتن ياسر اهلا بكم، نورنا. اهلا بك يا استاذ محمد. وايضا نجم اخر، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق ومدرب فريق 98 ناشئين بنادي الزمالك حاليا، كابتن طارق السيد الظهير الايسر الطائر. ازيك يا كابتن طارق؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ وحشنا يا استاذ محمد. والله وحشتونا. الله يخليك. انت كمان. كابتن ياسر انت لسه راجع من ليبيا. النصر الليبي انت كنت. كنا ماسكين النصر الليبي وكان عندنا الكونفدراليه. كسبنا الخرطوم اول مباراه ولعبنا الجيش الملكي، طبعا هو كان متصدر الدوري بتاعه، خسرنا 1-0 هناك وتعادلنا 1-1 في ليبيا. انت قعدت قد ايه في ليبيا بقى؟ 6 شهور. كان جهازك مين؟ كنت انا وكابتن سمير كمونه وكان خالد الزيني مدرب حراس، وكان معنا مدرب من ليبيا اسمه نصر الحديدي. بس خلاص الدوري في ليبيا راجع، هو الكابتن حسام مسافر الدوري ان شاء الله يبدا في 8، ياخدوا قرار بكده يعني. وفي دوره قبلها لتحديد المتاهلين لافريقيا، الدوره الرباعيه شغاله، بس في بعض الانديه اعتذرت زي اهلي بنغازي، زي النصر البنغازي. ما دخلوش، فتقريبا نفس اللي شاركوا في بطوله افريقيا الموسم ده هيشاركوا الموسم الجاي. بس الاجواء هناك يعني في الامن تمام، الدنيا مستتبه لحد كبير. كويسه والاجواء مستقره، والماتش يمكن بتاعنا النصر الليبي والجيش الملكي كان تجربه ان هم يرجعوا الدوري، وكمان المنتخب يلعب اخر مباراتين ليه في تصفيات كاس عالم في بنغازي او في ليبيا عامه، والحمد لله التجربه نجحت والمنظر لعبت مع الجيش في ليبيا. والدنيا مشيت تمام، مفيش مشكله. كان بجمهور ولا غير جمهور؟ كان بجمهور، كان في 22,000 متفرج في المدربات. وخلص كام بقى؟ خلص 1-1. 1-1 عشان خسرنا 1-0 هناك. طيب تمام، يعني الى حد كبير الدنيا مستقره في ليبيا. لا مستقره تمام. قول لي انت وانت هناك كنت سامع قصه الكابتن حسام البدري وانتقاله للاهلي طرابلس؟ سمعت بيها، وخصوصا بعد الكابتن محمد رمضان ما راح مدير كوره يعني. قعدت مع الكابتن رمضان او شفته هناك؟ كلمناه بس يعني انا وكابتن ابراهيم رياض، لانه كان موجود معنا هناك طبعا. كابتن ابراهيم معاك وفي موجود معنا، لسه موجود هو كمان دلوقتي يعني. مكمل يعني؟ لا هو هيرجع ان شاء الله في الشهر ده. طيب تمام. يعني الفترة الجاية بناوي تعمل ايه ان شاء الله؟ والله ده احنا بنشوف كده الشغل برضو، ربنا يسهل يعني. لكن تفكرش ترجع الاهلي في قطاع الناشئين او الكلام ده؟ انت بتحس ان انت، والله انا يعني حاسس ان المرحلة دي بالنسبة لي يعني عديتها مش عايز ارجع تاني بقى يعني. انا مسكت نابورو بعد ما مشيت من قطاع الناشئين، او بعد ما رجعنا من الدرجة الاولى على قطاع الناشئين. كنت مسكت نائب مدير قطاع مع كابتن زيزو. فبصراحه شغل المكتب مش زي شغل الملعب. طبعا انا حياتي كلها في الملعب. مسكت نابورو موسم وبعد كده جالي النصر الليبي الحمد لله. طب قول لي انت كراجل قعدت في المانيا كام سنه؟ قعدت كتير، 11 سنين. 6 سنين. ما تفكرش تروح المانيا يعني تاخد اي تجربه هناك او؟ والله انا فكرت، بس الاجواء هناك برضو يعني ايه، انا يعني عايز ادفع مني شويه او عايز حماس زياده. عايز مغامره. يعني من حوالي سنتين كان في درجه ثانيه وهيطلع دوري ممتاز، فبعتوا لي دعوه، بس الوقت كان قصير جدا ان انا اروح احضر الماتش الاخير، لانهم بيحتفلوا وبيطلبوا اللعيبه القدامى يكرموهم. بس الوقت كان ضيق وما قدرتش اروح، لكن بفكر في الفتره القادمه ان شاء الله على الاقل ممكن اروح اعمل معايشه يعني الفتره الجايه دي باذن الله. ان شاء الله باذن الله بالتوفيق. كابتن ان شاء الله. كابتن طارق اراضيك فين انت؟ فريق 98 دلوقتي في الزمالك. بقى لي سنه شغال يعتبر، لان انا دي اول تجربه تدريبيه ليك من بعد ما بطلت. انا بس انت قعدت فتره، غبت سنتين ثلاثه كده. كنت مشغول في البيزنس ولا ايه؟ كنت اتجننت. لا كنت اتجننت شويه ونزلت انتخابات. مجلس الشعب. يعني كانت حسيت ان هي جنان. تجربه صعبه جدا، وتجربه محتاجه استفدت منها كتير جدا طبعا، وتعلمت فيها كتير جدا. طب ليه قلت اتجننت يعني؟ ليه اتجننت؟ لان الامور ما بتتحسبش بانها انتخابات صندوق زي ما الناس بتقول وزي ما بنتكلم وزي ما الدنيا كلها بتتكلم. لا الموضوع تاني خالص وقصه تاني خالص. لا لعبه 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 سياسه، لعبه قذره دي. انا اسف ان انا بقول لفظ يعني ده، انما هي فعلا لعبه مش سهله. بتبقى محتاج ترتيبات معينه وشكل معين،
ومش انتخابات ان الناس تروح تدي صوتها في الصندوق، خاصة في الأرياف عندنا برضو في نسبة يعني، أو في مصر كلها مش نقول في الأرياف كلها، احنا عارفين ان نسبة الفقر والجهل في مصر تعدي 40%، كان لا تقسيم مباشر طبعا في الانتخابات بنسبة 70-80% يعني في 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 بالذات في الانتخابات. وبيبقى في بيبقى أمور يعني محتاجة. أنت كنت نازل مستقل؟ بالفعل كنت نازل مستقل. أول دورة كنت نازل مرشح الحزب نمرة واحد. كنت نازل مرشح الحزب هو حزب إيه بقى؟ الحزب الوطني. الحزب الوطني. أنت فلول بقى ولا إيه؟ لا مش أنا حضرتك اسم محمد، أنا برضو النقطة دي مهمة جدا حضرتك ذكرتها، لأن برضو محتاجة أوضح صورة ومحتاجة أوضح. طارق السيد طول عمره بيلعب كورة، عمره في حياته ما كان ليه في السياسة. بعد ما بطلت كورة كان ليا موضوع معين في البلد فنزلت. رحت عملت كام خدمة هناك، اتطلبت إن أنا أنزل. بالضغط للشيء اللي خلاك توافق يعني، هو السياسة لها بريق يعني الكرسي مجلس الشعب ده له كل هذا البريق، ان انت لا اشتغلت سياسة عمرك ولا كنت تفهم في السياسة طول عمرك، ورحت يعني بتخدم يعني اجرانك او اقاربك في بعض المواقف، فقولك تعال انزل. ايه اللي خليك توافق يعني؟ انت هقول لك اسم محمد يعني بصراحه البريق كلمه عضو مجلس الشعب. مش دي بص اسم محمد، انا من بيت بسيط وتربيت في بيت، ابويا راجل موظف عادي جدا، فانا ربنا كرمني واداني ووسع عليا جدا، والناس حسستني، هي يعني الموضوع كله كان مرتبط بالناس، ان الناس حسستني ان انت ما كنتش بتنزل بلد قبل كده، واحنا محتاجين اسم زيك يقدر يخدم ويقدر يضيف ويقدر يزود ويقدر. بناء عليه بعض التدخلات من ناس معينه زقتني في الموضوع، او يعني مشيت وراهم. طب وليه دخلك الحزب الوطني يعني؟ ما هم اللي طلبوا، والله يا اسم محمد هم اللي طلبوا وجري ورايا كتير جدا، وانا ما كانش اصلا يعني انا انت اصلا ما كنتش عضو حزب وطني خالص. انا عمري في حياتي ما عملت كارنيه اصلا سياسه ولا كارنيه حزب ولا اي حاجه خالص. احنا طول عمرنا دلوقتي لما قامت الثوره وعرفت الحقيقه وحقيقه الفساد اللي كان موجود، بص يا اسم محمد، انا جابوني انت كنت مضلل يعني، جابوني مرشح حزب نمره واحد، واللي سقطني انت عارف مرشحين الحزب بينجحوا على طول، اللي سقطني ان انا قلت لهم يا جماعه ان في غلط في هنا وفي غلط في هنا وفي غلط في هنا، والمفروض ده يتصلح وده يتصلح. بناء عليه طارق السيد سيطر، على الرغم ان هو يعني نسبه اصواته في المره الاولانيه اللي نزل فيها كانت الحمد لله رب العالمين منجحاني، ومعروف بني مزار كلها او بلدي كلها عارفه ان طارق السيد كان ناجح في المره الاولانيه، وان الحزب هو اللي سقطه. ويمكن برضو عشان انا كنت داخلها بنظافه شويه، ربنا سبحانه وتعالى ما ارادليش الشر وما خلونيش نجحت يعني فيما معناه، لان انت عارف ان الانتخابات اللي هي بتاعت 2010 دي كانت كلها لعب وكانت كلها كلام، ومصر كلها عارفه كانت الانتخابات ماشيه ازاي في دوره 2010 دي بالذات. لو انا قريب من الناس قوي، طب ليه الحزب رشحك ويسقطك يعني؟ ما هو كانت الشعبيه كبيره، وممكن مرشح الحزب يتحرك يعني، كان هيبقى فيها احراج لمرشح يعني. انت كان معاك مرشح تاني في نفس الدائره بتاعتك من نفس الحزب؟ اكيد ده اللي نجح. ما احنا جينا اتنين ده اللي نجح، جينا اتنين عن الحزب. انا طبعا ما نجحتش، هو اللي نجح. وحتى مسك وكيل لجنه تشريعيه، هو راجل محترم وراجل قانون وراجل على راسي من فوق، وانا بس في الفتره دي مسك وكيل لجنه تشريعيه. طب انت بعدت عن السياسه تماما؟ لا مش بعدت، انا حبيت العمل الخدمي يعني، حبيت العمل الخدمي. انت دلوقتي بقيت على السياسه تمام وبقوم بيه، انما دخول بقى احزاب وانضمام لاحزاب والكلام ده كله لا. يعني بقيت على السياسه خالص. انا دلوقتي مدرب قطاع ناشئين في نادي الزمالك مع الدكتور محمود سعد، وكنت مرشح لحاجه كويسه الفتره دي ان شاء الله باذن الله، بس لسه ربنا يسهل ان شاء الله باذن الله، ما جاتش يعني، وجاي قريب ان شاء الله باذن الله. وناوي تكمل مع الناشئين؟ والله هو السنه دي كابتن محمود، طبعا انا اول سنه اشتغلها في النادي الدكتور محمود كان مشغلني مع كابتن سعيد جداي، راجل محترم وراجل مدرب من المدربين الكويسين جدا المؤدبين جدا اللي ممكن تستفاد منهم في الشغل، استفدت كتير جدا. والكابتن محمود شاف الحمد لله رب العالمين طفره كويسه في الفرقه اللي احنا اشتغلنا فيها انا وكابتن سعيد. الدليل على كده ان احنا ماسكين فرقه 14 سنه وفي لعيب عنده 14 سنه نادي الزمالك بيمضي عقد، فبرضه دي برضه يعني عندنا لعيب صغير يعتبر شبه ان هو مضى عقد مع نادي الزمالك، وعنده سوبر يعني ده يعني حاجه جامده جدا وحاجه كويسه جدا. ده مركزه ايه ده بقى؟ ده بيلعب تحت الفيرود ناحيه الشمال بس حاجه كده بقى. لا هو ايمن
بس هو بس احنا بنستغله في الحته دي لان هو اصلا بيلعب برجليه الاثنين كويس قوي وسريع جدا. ده ياسر رضوان بقى اكيد ان شاء الله باذن الله. انا اتمنى ان هو يبقى ربع كابتنسي. بس هو الولد كويس ومعنى ان هو عنده 14 سنه ويمضي عقد من دلوقتي, فدي برضو يعني بتدي مؤشر كويس بالنسبه للولد ده. والفرقه نفسها يا استاذ محمد الحمد لله, يمكن فرقه الزمالك 14 سنه دي, انا من دلوقتي بقول لقطاع ناشئين نادي الزمالك او الفريق الاول في نادي الزمالك او مسؤولين مجلس اداره نادي الزمالك اهتموا بالفرقه دي لو انا شغال معاهم او مش شغال معاهم. الفرقه دي فيها عناصر كويسه, فيها عناصر كويسه جدا 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 وهتبقى مستقبل نادي الزمالك. المراكز المميزه فيها قوي, عندنا 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 اللعيب اللي انا بقول على حضرتك عليه ده, عندنا ليبرو على اعلى مستوى, حاجه بيلعب السن بتاعه والسن الاكبر منه اساسي وما بيقعدش في الفرقتين على الرغم ان الولد جسمه صغير ومش, بس ليبرو فاهم قوي. عندي واحد ديفندر كويس قوي, عندي ولد قصير قوي اسمه محمد اقصر لعيب في الفرقه بس ده فاكهه الفرقه يعني بلاي ميكر, بيعمل حاجات اسمه محمد في الكوره وهو مغمض شمال ويمين, عنده فكره عاليه قوي 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 وبيقدر يتحكم في رتم اللعب على الرغم ان سنه صغير, بيتحكم في رتم اللعب بشكل يعني كانه ناضج جدا. هو صغيرين اصلا عشان عندهم مكر بيبقى لعيبه جامده قوي. عندنا مجموعه كويسه, عندنا سيرد باك كويس قوي, مجموعه فرقه في يعني احنا النهارده السنه دي عاملين تقرير يعني تتكلم 6 7 لعيبه هيبقوا كويسين جدا. احنا انا ليه بقول الجيل ده جيل مستقبل النادي او السن ده هيبقى مستقبل النادي, لان احنا في جيلنا اتحصل معانا نفس الموقف. احنا في الجيل بتاعنا طلع اكتر من 7 8 لعيبه مع بعض, كنت انت وطارق السعيد المجموعه دي ايمن عبد العزيز وطارق السعيد وعبد واحد السعيد وسيد حنفي واحمد معاذ, في ناس كملت وفي ناس راحت انديه تاني وما كملتش, وكان معانا عمرو فهيم وكان معانا محمد ابو العيله وكان معانا يعني مجموعه كبيره جدا, طلعنا اكتر من 8 9 لعيبه. انت بتشبه الجيل ده بنفسك لو اهتمينا بيه, لان احنا كانت ظروفنا برده يا استاذ محمد غير الظروف الجيل ده. الجيل ده بقاله سنه او سنتين ما بيتمرنش في نادي الزمالك, ما عندناش ملاعب قطاع ناشئين لسه ما اتعملتش وبتتعمل وبتتجدد زي ما حضرتك سامع, فما ما بيتمرنوش في النادي, ظروفهم لحد ما برده الولاد برده ولاد نازل. انت بتنصح النادي انه يهتم بهذا الجيل ده لو اهتم بيه نادي الزمالك؟ اكيد انت في تقريرك برده رافع تقرير وقايل في هذا الكلام. 9 لعيبه انا وكابتن سعيد, 9 لعيبه مستقبل النادي. هو الكابتن محمود سعد راجل يعني لو هو عارفهم كويس وعلى فكره بيتكلم عليهم كويس عشان كده مضى الولد ده من دلوقتي يعني. تمام. طيب نروح بقى للماتشين بتوع النهارده. كابتن ياسر, شفت مباراه الاهلي ازاي وهل كنت متوقع انها تمشي بهذا؟ يعني شفنا الشوط الاول كان شوط ممل الى حد ما, يعني تصورنا ان الاهلي هيندفع ويحاول يحرز هدف عشان يهدى, لكن كابتن حسام لعب بثلاثه في خط الدفاع, يعني كان غالب عليه الجانب التاميني اكتر من الجانب المدافع ناحيه الهجوم. كنت متوقع كده وشفت المباراه ازاي؟ بامانه انا ما كنتش متوقع ان النادي الاهلي يبدا بالشكل ده. انا كنت متوقع زي ما حضرتك قلت يا استاذ محمد ان الاهلي يضغط من اول دقيقه ان هو يحاول يحرز هدف بدري ويعززه بالتاني كمان. لكن طبعا احنا برضو عايزين نلتمس العذر للكابتن حسام ان ناحيه اليمين مفيش باك رايت بعد اصابه رامي حتى شريف عبد الفضيل وشريف واحمد, الثلاثه مصابين. احمد صديق يمكن ده اللي خلاه والناس كتير استغربت ازاي هو لعب بثلاثه. هو طبعا في انديه كتيره وانديه كبيره بتلعب بنفس الطريقه في اوروبا وبتنجح, بس التكتيك ده تكتيك معين ولازم تتمرن عليه كتير ولازم امكانيات اللعيبه تركب عليه. ما ينفعش تحط تكتيك واللعيب اصلا امكانياته ما تسمحش انه يلعب بالشكل ده. يمكن هو طبعا خسر حته المركز, حط فيه اتنين لعيبه الاثنين ما قدروش يقدم. يمكن الشوط الاول وائل جمعه ما شفناهوش خالص. يمكن احسن لعيب النهارده قبل ما نكمل كلام في وجهه نظر احمد عبد الظاهر معني ما جابش جول طب متعب برضو كان كويس يعني احنا لو قسمناهم ان هيبقى متعب جاب جول وعمل بينالتي, بس احمد عبد الظاهر كان قايم بدور كويس جدا. تقريبا كل الكور العاليه كان بياخدها, تحركات دخل ال 18, هو اكتر واحد كان بيخش ال 18. طب معانا متى على التليفون؟ حاولت اخرجها منك كده قبل ما كويس ان انا قلت كويس انك ما خبطتش. كابتن عماد متى؟ مساء الخير. خير اخو محمد وسلام الكابتن ياسر والكابتن طارق سيد. ازيك يا عمده؟ ازيك يا عمده؟ الحمد لله. سلموا عليك طبعا يا عمده. وعايز اقول لك يعني كابتن ياسر رضوان قال احمد عبد الظاهر بس متعب جامد جدا يعني. انا ما فيش معايا خالص, وانا واحمد واحد يعني اكيد انت عارفينك كويس والله. الحمد لله ده ما فيش عندنا القصه دي تماما والله. لا احنا يعني بنهرج طبعا والله يا عمده. انا اسعد واحد بانك رجعت وبدات تستعد
فورمتك وبدات تهدف ودي حاجه تسعدنا جميعا. كنا لسه بنتكلم على الموضوع ده دلوقتي يا عمده. والله ربنا يخليك يا ناصر، ربنا يخليك يا طارق. ويعني يعني والله اللي انتوا بتقولوه ده انتوا مش عارفين بيفرق مع اللعيب ازاي وبيأثر في نفسيته ازاي، والمسانده والوقوف جنب اللعيب لما بيكون محتاج ان الناس تقف جنبه وبيلاقيهم واقفين جنبه اكيد دي بتفرق معاه نفسيا. عمده فاكر بعد ماتش البنزرت الاولاني قلت لك ايه على الهوا؟ فاكر على مطاق انك قلت ان شاء الله هتسجل في الـ في الـ في الـ في مباراه العوده. الحمد لله قلت لك هيبقى الفرق يعني. فرق جول وانت اللي هتجيب جول التاهل. الحمد لله الحمد لله. يعني النهارده تعذبنا بس شويه، لكن انت عارف المباراه دي بتبقى صعبه جدا، ويمكن بعد ما دخل فينا الهدف الاول وكنا كسبين 2-1 فشويه كان في عصبيه وفي نرفزه، ده احساس طبيعي للعيبه لانك لو دخل فيه جول في وقت بتلاقي نفسك بره. فعشان كده شويه بس في اخر الماتش كان في شويه نرفزه واستعجال ويعني كانش في تنظيم، لكن اللعيبه كانت رجاله جدا في الملعب. بس واضح ان انت نلت ثقه الكابتن حسام يعني في المباراه الاخيره بيعتمد عليك بشكل كامل وبتكمل المباراه لنهايتها، يعني ما عندكش اي مشاكل. هو ما كانش فيه مشاكل خالص من الاول. لا اي مهاجم بيبقى زعلان وبيشاركش بشكل اساسي ده او ده اكيد. ما هو هي النقطه دي بس عشان تبقى واضحه، انا ما كانش عندي مشكله شخصيه مع كابتن حسام، انا كان عندي مشكله ان انا نفسي العب، نفسي ابقى موجود في الملعب، نفسي اخد الوقت الكافي عشان ابين ان انا جاهز وان انا فورمه وان انا بجيب اجوان وان أنا الحاجات المسميات كتير ورا ان اللعيب يبقى اساسي بس. فده ما كانش بيحصل لفتره طويله، يمكن شويه كنت ببقى متضايق ومتعصب علشان انا حاسس ان في كتير عندي وفي حاجات كتيره جدا، بس انا حاسس ان الحته دي مكتومه. فلما بتاخد وقت وبتاخد وقت اطول والثقه المدرب خلاص بيبدا يعني ترجع ثقته فيك تاني ويبدا يقول لك لا عماد جاهز خلاص، الامور الحمد لله ماشيه بشكل كويس سواء جبت او ما جبتش، هو الموضوع نفسي مش اكتر يعني. تمام. طب عمده انت النهارده توقعت تهدف، انا توقعت لك، لكن انت مع نفسك كده وانت قبل المباراه؟ انا كان عندي احساس لسبب، لان انا يعني في حاجه، انا ما جبتش ولا جول في الفرق التونسيه من يوم ما لعبت كوره. يا دي حقيقه، ولا في مراحل الناشئين ولا مع المنتخب ولا مع النادي الاهلي، من ساعه ما لعبت كوره ده اول هدف اسجله في الفرق التونسيه، فكنت بتمنى ان ده يحصل وكنت مركز بشكل كبير جدا. ده انت لفت نظرنا لحاجه. معقوله عمده الكلام ده؟ اكتر فرقه قابلتوها في الفرق التونسيه. مظبوط، ما جبتش ولا جول. بس ده اول هدف اسجله في الفرقه التونسيه وكنت بتمنى ان ده يحصل. الحمد لله ربنا اراد مع الـ مع الـ مع الـ مع التاهل طبعا، لان التاهل مهم، وعايز ابارك كمان للنادي الزمالك على تاهله، وعايز ابارك الاسماعيلي وانبي، لان بجد يعني امبارح والنهارده يعني الجماهير المصريه فرحت الحمد لله. عندك رغبه انه الزمالك والاهلي يبقوا في مجموعه واحده، ولا انت شايف الافضل ينفصلوا لغايه الادوار النهائيه ان شاء الله؟ انا اتمنى ان هم ينفصلوا طبعا، عشان لو في نصيب ان احنا نتقابل في النهائي ويبقى النهائي مصري يعني، واي حد يفوز وقتها الاحسن والاقدر ربنا يكرمه طبعا، مع التمنيات من النادي الاهلي واللي يفوز يعني. اكيد طبعا. لكن الورع زي ما انت عارف نظامها، بيختاروا اول مجموعه من هنا، ويعني في فرق هتبقى راس مجموعه على ما اعتقد، هيبقى الاهلي وهيبقى الترجي وهيبقى الزمالك والقطن على ما اعتقد، فاتمنى ان احنا ما نقعش مع بعض. الفرقه بتاعت انجولا ان شاء الله. انا مش عارف الترتيب بالظبط لحد دلوقتي ايه، بس اتمنى ان احنا ما نقعش مع بعض. طب عمده كان موجود برادلي النهارده في الملعب، هل حصل كلام مع الجهاز الفني للمنتخب بعد المباراه؟ لا خالص، يعني زي ما انت عارف محمد، انا قلت الكلام ده من فتره طويله، انا يا جماعه انا لعيب طول عمري الحمد لله، من يوم ما بدات كوره في النادي الاهلي في الناشئين وفي مراحل الناشئين مع المنتخبات انا موجود لحد ما لعبت الاولمبيات مع المنتخب الاولمبي، وبعد كده حصل الدروب اللي حصل او حصل المشاكل اللي كانت حصلت وقلت ان انا مش هلعب، بعد كده قلت خلاص لا انا رجعت في قراري، لان مفيش حاجه هتمنعني ان انا اشارك واساهم مع زمايلي ان احنا نوصل كاس عالم، وخلاص يعني انا موجود لو الجهاز الفني المنتخب محتاج ان انا ابقى موجود انا تحت امرهم، لو مش محتاجني انا بتمنى لهم التوفيق وربنا يكرم المنتخب ونوصل كاس عالم، لكن مكالمات او اي حوارات دارت انا بس كنت قابلت تقنيات فايت في النادي الاهلي، لكن ما فيش اي حتى حوار دار يعني. تمام. طب اخيرا يعني رايك في رحيل الكابتن حسام البدري لاهلي طرابلس بشكل رسمي، وهل وصل لكم فعلا ان الكابتن محمد يوسف هو اللي هيتولى المسؤوليه بدايه من بكره كمدير فني؟ لا احنا ما عندناش اي معلومه رسميه، يعني احنا كلعيبه كنا مركزين في الماتش النهارده، في كلام كان بيدور كبير جدا حوالين الموضوع ده، احنا كلعيبه كنا حاسين ان ممكن يكون الموضوع اتحسم بين كابتن حسام والنادي الاهلي طرابلس الليبي، لكن احنا كان من قبل كده كان كابتن حسام
كان لظروف ما عشان عنده في مشاكل هناك كان لازم يسافر، وكان اوريدي كابتن محمد يوسف هو اللي هيقود الفرقه الكبيره وكابتن حسام خلاص وقع للنادي الاهلي طرابلس. فانا شايف ان الطبيعي والاوقع ان كابتن محمد يوسف يكمل الفتره اللي جايه دي لان هو الاقرب للعيبه لو ودي راي طبعا للاداره طبعا. بالنسبه لكابتن حسام ده قرار كابتن حسام، ويعني الراجل عمل انجازات كبيره جدا مع النادي الاهلي سواء هو لعيب او مدير فني. نتمنى له التوفيق وربنا يكرمه ان شاء الله وتبقى اضافه ليه في تاريخه التدريبي ويحقق انجازات كبيره هناك، ويعني وانسان ان شاء الله. كابتن عماد متعب نتمنى لك التوفيق وتكون ضيف معنا بقى قريب ان شاء الله، نتفق معاك باذن الله. انا تحت امرك اكيد ان شاء الله، وسلام لدوب حضرتك. اشكرك كابتن عماد متعب مهاجم النادي الاهلي ونجم طبعا النادي الاهلي. قال كلام واقعي الحقيقه عمده. طبعا. طب نرجع تاني يا كابتن ياسر، انت قلت لي ما كنتش متوقع ان كابتن حسام يبدا كده. بالظبط. كنت متوقع ان يبدا في الدفاع، في ضغط وفي ان هو يحاول يخلص المباراه من بدايتها، لكن طبعا احنا كلنا شفنا واتفرجنا على المباراه. يمكن لحوالي 20 دقيقة ما فيش أي ملامح للفرقتين، اللعب كله محصور في نص الملعب. بعد أول 20 دقيقة بدأ النادي الأهلي يستحوذ لكن بدون فعالية وبدون أي خطورة، يمكن بس نتج عنه كورتين أو فرصتين في الدقيقة 22 وفي الدقيقة 23، واحدة بتاعت أحمد عبد الظاهر لطشها برجله بوش رجله كده جول طلعها، وبتاعت عبد الله السعيد اللي هي الشوطة اللي جت في الشبكة من بره. بس ما فيش حاجة تانية في الشوط الأولاني أعتقد إن هي كانت بس على عكس الشوط الثاني. الشوط الاولاني عفوا الشوط الثاني بدا باندفاع اهلاوي سريع. ما هو الشوط الثاني بدا تصحيح شويه الاوضاع، يمكن يعني خروج نجيب سبحان الله صحح الاوضاع في الملعب. بدانا نلعب اربعه ثاني في خط الظهر، بركات رجع لورا، السيد معوض رجع لورا، لان في الطريقه اللي كان بيلعب بها كابتن حسام الثلاثه كان المفروض بركات وسيد نص ملعب مش مدافعين. لا يعني 3 5 2 بالظبط. لكن يا ريت 3-5-2 معروف ان في باك وفي باك، لكن دي ما كان المفروض الطريقه اللي بيلعب بها النهارده ما فيهاش باكات، لان الثلاثه اللي بيلعبوا ورا بيلعبوا على خط واحد ما فيهمش ليبرو. نعم. الشوط الثاني طبعا هو بدا بشكل كويس منظم، بدا يبقى ليه خطوره، استحوذ على الكوره لحد الجول الثاني. يعني انا بقول الجول الثاني لان بعد الجول الثاني لمده تقريبا 20 دقيقه برضه فريق البنزرتي بدا ليه خطوره، يمكن ضيع فرصتين في واحده منهم غريبه جدا، وجاب طبعا ضربه الجزاء والجمعه بتاعته اللي جمعه اللي شالها هو الجمعه اللي شالها هو الجمعه من ده، وهو ما كانش شايط الفيرود بتاعهم الاسمر ده. ما لا ده ضامنها قوي ما تعرفش يا سبحان الله ضامنها يعني. ما تحطهاش ده كانه ساندها الولد. ايوه كان ضامنها قوي فبيريح رجله بشويش قوي، فربنا كرم يعني، هو الحمد لله رب العالمين يعني. لكن هم طبعا يعني برضو عايزين نشد الفريق البنزرتي ان هو كان الشوط الاولاني منظم جدا دفاعيا فعلا ما فيش اي خطوره عليه. يمكن الشوط الثاني بعد ما الجول جه فيه بدا يفتح شويه، عشان كده طبعا من برده من نجوم المباراه بركات النهارده بعد عودته للباك رايت قدر ان هو يجي من تحت ويجي فاضي، فبدات تلعب له كور كتير، كانت كل الخطوره معظمها من ناحيه اليمين بركات. وعمل الجول الثاني كويس قوي بصراحه، وعماد طبعا يعني خبره في المنطقه في الجزء ده بكل هدوء قدر يتعامل معاها على يمين الحارس طبعا. طبعا نتمنى طبعا، انت يعني اشرت لحاجه مهمه ان هو يبقى موجود في المنتخب الفتره اللي جايه ان شاء الله. عماد من الفراوده الموهوبه اللي هي بتعرف تجيب جول ومجتهد ولسه صغير لسه 28 سنه يعني بالظبط كده، فاحنا نتمنى ان هو يبقى موجود في المنتخب طبعا. هو لعيب لما يلعب وهو صغير هي المشكله دي يا اسمح محمد، فالناس يجي لها احساس انه كبر. مشكله احنا عماد لعب صغير قوي حتى الجيل بتاعنا لما تيجي تسال طارق السيد كام سنه دلوقتي؟ هتلاقي 34 سنه. الناس بتتعامل معاك ان انت 44 مبطل ان هو بقى له 4 سنين ولا 5 سنين مبطل 30 سنه يعني. لما طارق السيد لعب بدري قوي وبعدين الجيل بتاع النادي الاهلي عشان برضه للحق، وعماد متعب والمجموعه بتاعت ابو تريكه والمجموعه اللي عملت بطولات للنادي الاهلي خدوا يا استاذ محمد 5 سنين ورا بعض ما فيش راحه خالص. ماتشات منتخب ونادي وافريقيا من 2004 2005 من الموسم ده لغايه يعني 2010 يعني بالسوري بالبلدي كده هلك اتهلك واللعيبه اتهلكت، فعشان اللعيبه مع منتخب 2006 2008 2010 ما كانش في راحه خالص، واهلي وافريقيا ودوري وكاس في راحه خالص. فالناس دي الناس دي يعني ايه يعني عارف انت ايه، من كتر المجهود انت اوريدي كده كده اي لعيب في العالم
المفروض كابتن ياسر احترف بره وشاف وعارف الدنيا ماشيه ازاي بره. المفروض انت بين الموسمين لازم تاخد راحه سلبيه خالص، ما بتعملش اي حاجه خالص. احنا للاسف كتير عندنا بتلحق. لا ده احنا لحمنا مش موسم واحد، ده خمس ست سنين ورا بعض. عماد متعب والمجموعه بتاعته خمس ست سنين ورا بعض. فطب ما هو ده يعني دايما تيجي ماتشات افريقيا دور الثمانيه في وقت الراحه بتاعه الدوري المصري فبتلحم المواسم في البعض جدا عليهم. ودي بتعمل اصابات يعني على فكره. عدم الراحه ده ما بين الموسم والموسم اللي بعده، الاصابات تعمل ملل وزهق وخلاص. انت بتيجي لمرحله اصلا مش عايز تتمرن ومش عايز تلعب ماتشات، عايز تهرب باي وسيله وباي حجه. صحيح ده كان بيحصل معانا يعني، جينا في فتره برده يمكن يعني ما ارتحتش لما جالي صليبي وانا عندي 30 سنه خلاص كنت انتهيت. تحس ان الاصابه دي جاتلك عشان ترتاح. ما انت ال 8 سنين دول ولا 6 سنين لعبت ثلاث بطولات افريقيا ويمكن في سفريه مش عارف انت تفتكرها ولا لا، لما رحنا لعبنا اليابان ماتش ودي كنت مخلص ماتش ركبت طيران 16 ساعه اربعه بين النتيجه وحاجه. لا ده احنا تعادلنا واحد واحد. كان كوريا بين الاربعه. كوريا الاربعه ولعبنا المباراه ورجعت تاني لعبت مباراه بقى يعني ما فيش راحه خالص. فدي بتعمل اصابه للعيب. لازم ممكن في المانيا كان يقول لي لازم في الشهر ده اللي هو بعد الموسم ابعد عن الكوره خالص. اهم حاجه قبل ما نمشي وناخد الاجازه ما تلعبش كوره محمد ده، ولا تتفرج على كوره ولا تفكر في الكوره خالص. شوف اي حاجه تانية اعملها الا انك تمارس رياضه عشان ما يبقاش في ملل والحته دي تبعد عنك يعني. انا فاكر في بطوله افريقيا 2008 راجعين من غانا واخدين بطوله افريقيا، تاني يوم على طول مع نادي الزمالك ولعبت نادي الزمالك ولعبت النادي الاهلي، سافرنا قعدنا في رواندا لعبنا ماتش مع الزمالك في افريقيا تاني يوم. يعني انت حاصل على بطوله افريقيا ولسه راجع النهارده لان احنا لعبنا الماتش ورجعنا على الطياره اللي كانت مستنيه منتخب وكان في استقبال وكان في مراسم استقبال وحاجات كده، وبعديها بخمس ساعات انت سافرت حتى ما لحقتش تحتفل مع اولادك مع بيتك وغايب بقالك اكتر من اربع اشهر شغل، ومع ذلك ده الجيل كله مش بتكلم على يعني انا بتكلم على المنتخب كله. لعيبه الاهلي والزمالك خلصوا الماتش النهارده بتاع منتخب مصر، تاني يوم سافرنا على بروندي والنادي الاهلي سافر مش عارف كان عنده ماتش في افريقيا فين، فاكر نادي الزمالك كان عندنا ماتش في بروندي ولعبنا يعني لحمنا على طول يعني. انت كمان بيبقى ده صعب جدا، صعب جدا. طب نرجع تاني لمباراه الاهلي، يعني ان بنزرت مسك اخر 20 دقيقه وكان فعلا هو من الدقيقه بعد الهدف الثاني بنزرت استحوذ على الكوره ونص الملعب وبدا يبقى ليه خطوره. يمكن في فرصتين طبعا زي ما قلنا اوليفيرا ضيع كوره غريبة الشكل، وفي بعدها المهذبي مضيع واحدة بدماغه مش مضيع، هو طبعا براعة شريف إكرامي فيها ان هو قدر وقعدنا شرفنا دربكة شوية كده في خط الدفاع في يعني جهاز في شوية ارتباك يعني. وده ناتج طبعا البنزيرتي طبعا خلاص ما قداموش غير ان هو لازم يهاجم فده طبيعي جدا في ونتيجة قريبة في قلق في لعبة الأهلي بالظبط وممكن يحاول يعدل النتيجة، لكن طبعا انا بقول اخر 10 دقايق كانت اعتقد طرد المهذبي في اخر 5 دقايق 7 دقايق برضه كان في صالح طبعا الأهلي. طبعا اكيد يعني هو عندهم مجموعه من اللعيبه كويسه. طبعا انت عارف يا كابتن استاذ محمد ان اللعيبه دي كلها اعمارها صغيره كلها تقريبا متوسط عمر 23 سنه كمال زعيم، ويمكن في لعيب كويس هو نزل الشوط الثاني نور الحضريه ده من اللعيبه كويسه هو كان مصاب ولسه راجع من اللعيبه كويسه جدا، يمكن هو في الشوط الثاني عمل شغل كويس لما نزل. وطبعا المهذبي في اكتر من لعيب كويس، واعتقد ان البنزرتي في الفترات اللي جايه او المواسم القادمه هيبقى ليه شكل ثاني. تمام. طب كابتن طارق مباراه الزمالك يعني كل الناس كانت مستصعبه جدا هذه المباراه، وكان حظوظ الزمالك دايما يقولوا 60% سان جورج او 55% و40 او 45% الزمالك، يعني كانت الحظوظ اكبر في صالح سان جورج، زائد ان الزمالك يعني معروف انه بييأس بسرعه اللعيبه وانس ان هو جه فيهم جول ولا بتاع. شفنا سان جورج الزمالك اتقدم لكن سان جورج حاول النتيجه 2-1 فتصورنا انه بيحصل هبوط في اداء نادي الزمالك، لكن على عكس ما معتاد في الشوط الثاني شفنا انتفاضه بيضاء وقدر الزمالك انه يرجع ويتعادل ويتأهل. الزمالك طبعا النهارده انا يعني بقول لهم فعلا مبروك، عملوا 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 يعتبر انجاز النهارده يعني او نتيجه كبيره جدا 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 لنفسيهم ولجمهورهم، لان الماتش كان صعب جدا جدا يا استاذ محمد، ومعروف اثيوبيا ومعروف الجو بتاع هناك، انما صعوبه الماتش مش من هناك، لا صعوبه الماتش مش هناك، صعوبه الماتش احنا صعبناها على نفسنا من هنا، لان الماتش هنا الفرقه 1-1 نتيجه يعني صعبه جدا كانت سيئه جدا وكانت الفرقه في حاله
غير طبيعية. أول مرة في حياتي أشوف أو أول مرة الفترة دي أشوف الزمالك بالشكل ده، خاصة يمكن آخر ثلاث ماتشات أو آخر ماتشين نادي الزمالك بدأ الـ 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 الشكل بتاعهم أو الأداء بتاعهم يقل سنة صغيرة. ماتش صعب جدا جدا في جو صعب جدا، ومعروف أثيوبيا أعلى مستوى البحر، فالتنفس هناك والأكسجين صعب جدا جدا. ونادي الزمالك كان كمان انت مطالب ان انت لازم تجيب جون هناك، انت ما فيهاش كلام تاني، انت اقل نتيجه طلعت 0-0 انت خرجت بره البطوله. فاللعيبه كانت تحت ضغط نفسي وعصبي كبير جدا جدا. قدروا ان هم فعلا يعني كانوا رجاله، كانوا على عد المسؤوليه. النهارده تشكيل اللعب الراجل برده كان مهم جدا، ان هو يبدا بواحد زي عبد الله السيسيه، وعمل ماتش من احلى الماتشات اللي بشوف فيها عبد الله السيسيه، على الرغم ان هو الفتره الاخيره كلها ماشي كويس جدا، انما النهارده كان اداء عالي جدا ومستوى ده خمس اجوال في الثلاث ماتشات والاربع ماتشات اللي لعبهم، مستوى عالي جدا بقاله بتاع 3 4 ماتشات فعلا. وهو الوحيد اللي يمكن من الفراوده اكتر واحد بيهدف الفتره دي، واكتر واحد مستواه ثابت في الفرقه هو ونور السيد، يعني الاثنين الوحيدين اللي مستواهم ثابت باستمراريه، ومعهم محمد عبد الشافي. يعني الثلاثه دول فعلا ماشيين بصوره ثابته جدا، ماشيين بخطه ثابته في التشكيل، في شكل الفرقه، في نتائج الفرقه، في اداء الفرقه. بيفرقوا مع الفرقه قوي لما بيبقوا كويسين. اعتقد النهارده كان ممكن لعيبه الزمالك صعبتها على نفسها، لان انت جبت جون بدري قوي في فرقه سان جورج، فخلاص بقى انت يعني المفروض بتتعامل مع الماتش بشكل تاني خالص، بشكل مختلف، خاصه ان انت عملت اللي انت عايزه في اول 3 4 5 دقائق او اول ربع ساعه. انت جبت قدرت تجيب دقيقه 2 يعني يعني قدرت تجيب جون بدري جدا في فرقه زي دي، هي اصلا عامله عليك ماتش جامد جدا في القاهره، كان لازم تستثمر ده انك تجيب الثاني على طول. كان المفروض ان انت بقى ايه، وبعدين الفرقه دي فيها عيب خطير جدا انا شفته، ان هم لما كسبوا او لما تعادلوا وكسبوا مع نادي الزمالك تراجعوا جدا جدا، وخايفين من اسم نادي الزمالك، خايفين من تاريخ نادي الزمالك، خايفين من اسمه، خايفين من لعيبته، عارفين ان قدراتهم الفنيه مش هتساوي القدرات الفنيه بتاعه لعيبه نادي الزمالك. فكان المفروض يبقى في استغلال في اول ربع ساعه. النهارده انا ليا علامة استفهام على أداء محمد إبراهيم النهاردة. محمد إبراهيم ما كانش في مستوى خالص. طبعا التشكيل اللي بدأ بيه الراجل، أنا عايزك بس اسمعي، هات لي الجول اللي فات ده من أوله، الجول الأولاني بتاع التغطية بتاع سان جورج. احنا معانا اتنين يعني زهراء جنب، لسه يعني كنا وشمال ويمين وشمال كنا بنتكلم فيها انا حتى احنا استغربنا يعني حتى في التغيير يعني حتى الكره لونج باص عالي يعني يعني في لعيبه رايحه اسمها محمد صبري الكره ملعوبه من ناحيه اليمين والولد قاطع من بص هات من اولها تاني، ارجع بص كرة بعيد قوي وهو بص راجع خطوه ازاي صبري بشويش قوي، والتاني بيفتح سبرينت جامد. فالمفروض انا مكاني هو مكانه صبري رحيل يبقى مكان الولد اللي هو حط الجون عشان يقدر يغطي. ان هو وده شغله في طريقه 4 4 2 هي دي شغلانته، لان هو المفروض بيلم وبيضم، لان الغلط مش من الاوفر، من الاوفر سهل جدا اي باك ممكن يعمل اوفر او كروس باس، انما وقفه اللعيب اللي هو الباك او السيرد باك، الباك ليفت والباك رايت والسيرد باكين وقفتهم مهمه جدا في طريقه 4 4 2. طب هنا حتى هو عدى من صبري او عمل سبرنت وصبري كان يعني بطيء لحد هو كان بيتفرج التركيز والفوجه بقى طايره في نتكلم مع اللعيبه يا استاذ محمد نقول له ايه اهم حاجه؟ التركيز، ما تقفش تتفرج على الكوره وهي مع الفريق الثاني، لا شوف انت واقف ازاي واللي معاك فين. طب بص هو ممكن ربما تخيل انها تطلع بره صحيح، لكن انا عايز اقول لك حتى اتلعبت بالعرض ما شفناش سيرد باك مغطي على الفرود الموجود، لا وكمان محمود ده واقف متاخر غلط. لا مش متاخر، محمود هناك واقف غلط. طب محمود بتحلق مع طلبه، حماده طلبه واقف مع اللعيب اللي بيرفع الكوره، محمود فتح الله ماسك اللعيب اللي قدامه اللي هو قافل عليه. طب المفروض دي المنطقه العاميه بتاع السيرد باك بيغطي فيها مين؟ يا اما باك ليفت لو من ناحيه الشمال زي ما صبري كده المفروض يغطي، يا اما الباك رايت. ولان انا شايف فتح الله، بص فتح الله معاه واحد، حماده طلبه معاه واحد، صبري رحيل الولد سابه رايح متاخر، رايح متاخر. فلو صبري رحيل واخد الخمس ست خطوات دول او من بدري واخد السبرنت ده اعتقد كانت الموضوع. طب العرضيه دي عبد الواحد ما كانش ينفع يطلع يتعامل معاها؟ انا شايف برضو ان عبد الواحد النهارده ما كانش في حالته اللي هي عبد الواحد السيد اللي بيشيل الفرقه، يعني الكره دي تحديدا ما كانش ممكن كابتن ياسر يطلع عبد الواحد. لا انا اعتقد انها صعبه، ان الموقف بتاع اللعيب اللي عمل العرضيه او الكروس باس
غريب يعني، هو من الطبيعي ان هي ما تطلعش كده يعني، صعب اديها له تاني يعملها مش هيعرف يعملها كده. هو فيها توفيق جدا ان هو يقدر يعمل العرضيه بالشكل ده وبالدقه دي وبالشكل ده، وده يمكن اللي خلى المدافعين بتوع نادي الزمالك محمود وصبري رحيل ان هم ما يعتقدوش ان هي تتعمل كده، مش هتعدي كده، واقفين يعني مش مركزين فيها قوي، فهي تعمل كويس. الجول الثاني، بس انا هقول لحضرتك حاجه يا استاذ محمد، انا عذر اللعيبه دي عذر كبير جدا. برضو كنا بنتكلم في الموضوع ده انا والكابتن ياسر دلوقتي. طب الجول الثاني دي سرحان، كله سرحان، مفيش اي تغطيه على يعني على البوكس بتاع دلوقتي. بص ثلاث لعيبه يا استاذ محمد واقفين جنب الكوره لعيبه سان جورج وفاضيين خالص في كوره كورنر على نادي الزمالك في وقت انت اصلا انت متعادل وواصل بالنتيجه دي، او ان انت تلعب ضربات جزاء ما تخرجش، فانت بتدخل نفسك ان انت المفروض في الفتره دي بالذات بتبقى عندك تركيز بنسبه 200% مش 100%. المشكله يا استاذ محمد في 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 في, في الكورتين دول مع لعيبه نادي الزمالك حاجه واحده بس يا استاذ محمد، جو اثيوبيا. بص اثنين اولا اثنين اللي هناك، انا بقول لك ثلاثه بقى كده، ثلاثه شوف الاثنين اللي هناك دول فاضيين لوحديهم، لو راحت لهم زائد اللي راحت له الكوره بقى كمل، فثلاثة في مربع قد ايه بس؟ وقف الكادر على الثلاثة، ارجع سنة صغيرة كده يا سباعي. ايوه ثلاث لعيبة فاضيين. بص في مربع كبير جوه منطقة الجزاء. لأنها اتلعبت بسرعة، وده يمكن كانت نادي الزمالك بيتميز بيه في الألفينات. يمكن طارق ولعبنا مباريات كتير ضد بعض في الفترة دي، كان نادي الزمالك مميز في الحتة إن هو بياخد الكرة يلعبها بسرعة. أنت فاكر حصل بالفعل حصل الكلام ده. اللي خلى اللي عمل المشكلة دي النهاردة زي ما طارق كان بيقول، هي عمليه الجو والنفس لما بيروح خلاص في تعب، التعب بيقلل التركيز، قللت التركيز في اخطاء. ده اللي حصل مع نادي الزمالك في انا اعتقد في الجولين ده ده ده, ده ما فيش حل غير كده يعني. فعلا محمد في نقطه مهمه جدا في الموضوع ده اللي قاله الكابتن ياسر دلوقتي، نادي الزمالك او لعيبه نادي الزمالك انا عاذرهم لان انا لعبت في الملعب ده. فهقول لك على حاجه يمكن ما حدش برده، احنا لعبنا في الملعب ده وتعادلنا واتغلبنا 2-1 في البطوله الانديه الافريقيه ابطال الكؤوس. ده كان البن؟ البن الاثيوبي ماشي، ولعبنا ضربات جزاء وكسبنا البن الاثيوبي وصعدنا وخدنا البطوله في السنه دي. ده سنه 2000 دي اعتقد. الله ينور عليك 2000 البطوله اللي هي قبل الجيل. دوماني جاب جون في الفاينل. الله ينور على حضرتك 4-1 فاكر؟ 4-1 فعلا كده. بسيوني باين برضه كده. لا عبواح طارق السعيد وعبد اللطيف الدوماني وعبد الحميد بسيوني. وفي الجون الرابع بس مش متذكر. هناك في اثيوبيا يا استاذ محمد بعد الماتش الكلام ده برضو للعلم، عشان كده انا عاذر اللعيبه دي، في ثلاث لعيبه من نادي الزمالك علقنا لهم انابيب اكسجين من حجم المجهود اللي اتعمل ومن حجم الضغط النفسي والعصب اللي كان موجود علينا، وان خلاص وصلت لمرحله ان انت مش قادر تاخد نفسك. فده تخيل انت اصلا مش قادر تاخد نفسك، هتركز ازاي؟ هتفكر ازاي؟ فده عذر للعيبه، عذر كبير جدا، وانا عن نفسي الكابتن ياسر عذرناهم النهارده وكنا متفقين في النقطه دي واحنا بره. طب انا عايزكم بقى، طبعا هناك اللعب كان صعب، حتى الزمالك اصطحب انابيب الاكسجين مظبوط وفي الشوط، بس الشوط الثاني الزمالك كان واقف على رجليه، هم اللي كانوا بيقعوا يعني، هم اللي تاثروا بنقص الاكسجين. بس انا عايز الجولين بتاع عبد الله سيسي يعني بالهيد في المقص، الكورتين في اقصى جزء في المرمى، هل كابتن ياسر شاف ده هو قاصد كلاعب مهاجم ولا يا جماعه بايلك؟ لا مفيش حاجه بايلك يعني، هو راجل من ايام ما كان في المصري كان هداف الفريق. بس شوف حاططها فين يعني، في السوكه. هو لعيب كويس بامانه يعني، لعيب كويس قوي. تصور ان هو قاصدها يحطها هنا. هو طبعا توفيق، ما فيش شك يعني، دي مين يجي يعني، ممكن تيجي في ايد الجول، ممكن تخبط في العارضه وترد. فيها توفيق كبير قوي. الثانيه محطوطه، دي اللي فيها توفيق. فيها توفيق كبير جدا جدا جدا. بص لان عبد الله سيسي كمان الكره صعبه جدا ودماغه في دماغ الولد. يعني بيبي عارف انت ايه، انا يعني اي هزه لمسه بينه وبين الولد هتغير مكانه. مين اللي هيسبق عشان ياخد الكوره ومش محطوطه بقوه. وراحه بقوه جدا. فهي هاتوا لنا الجون الثاني بقى بتاع سيسي برضه. انما الثانيه دي محطوطه يا استاذ محمد، لان الولد شايف ورايح. ده اللي فات كان رفعها صبري رحيل، ده حازم امام برضه. حازم مجهود من حازم الحقيقه. بص شايف هنا وسابق الولا وقدامه، ويعني يعني هو قدام السيرد باك، فالكره قدامه وموجه بعيد عن ايد الجون وبعيد عن ايد الناس كلها. هي مفيش حاجه بايلك يعني. لا اصل يعني انها تتحط في حته، هو فيها توفيق زي ما طارق قال، نبقى فيها توفيق ان هي تروح في المكان ده. لكن هو لو مش لعيب كويس او فروي كويس وحافظ المنطقه دي، مش هيبقى متواجد في المكان ده اثناء الكره ما بتتلعب. بالفعل زي مثلا، طب ليه احمد جعفر ما كانش موجود في المكان ده؟ ليه عبد الله سيسي؟ لانه هو كده بقى في
هو وقلب فلافيو لا بس هو ما خدش فتره زي فلافيو عم جاب بس هو الولد ده لعب كويس قوي لعب كويس قوي قوي كويس الحقيقه فرود من الفراوده اللي هو فعلا النهارده اسمه محمد انا بعتبره نجم المباراه الاول مش عشان جاب جونين والله اتفرج على المجهود اللي عمله عبد الله سيسي في الملعب النهارده مجهود جبار جري كتير قوي اكتر اللعيبه جريت من اكتر اللعيبه اللي جريت في الملعب من اكتر اللعيبه اللي كانت مركزين قوي في كل كره بتجيله بيحاول ما بيغلطش بيحاول ان هو يطلع الباص من رجله سليم بيحاول ان هو يضغط في كل حته ومع وما تنساش حاجه يا اسمه محمد هو طول الشوط الاولاني بيلعب لوحده فيرود واحمد حسن بيضم مع مع طب مجهود اكبر عليه يعني كان بيلعب لوحده ومجهود كبير جدا 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 هو عبد الله سيسي طبعا المهاجم الان هو المهاجم الاول في الزمالك يعني هو احمد جعفر اول ما فكر في الملايين ركب عليه عبد الله سيسي على طول طيب عايز ارجع للاهداف بقى بتاعه مباراه الاهلي يا جماعه عشان برضو كابتن ياسر وكابتن طارق يحللوا لنا هذه الاهداف في الاول انت شايف البنالتي بتاع البنزيرتي صحيح بتاع البنزيرتي طبعا يعني صحيح ولا اللي لينا ولا اللي علينا اللي علينا اللي علينا لا ضربه الجزاء ما فيش شك يعني مفيش حد يخش في حد كده ابدا يعني انت ايه مش شايف يعني مش شايف تخبط في اللعيب ما خلاص ما انت كده ارتكبت احد الاخطاء اللي بتحتسب يعني البنزيرتي اتحسب له بينالتي سليم طبعا بص الكره يا اسطى بص يعني انت جاي فعلا تعمل حادثه مش فاول يعني لا برضه سعد السن الصغير اعتقد بيبقى فيه هو لعيب كويس رعونة. سعد لعيب كويس جدا وانا متابعه من فتره يا ما يقصدش هو يعمل كده لا طبعا اكيد ما يقصدش في حد يقصد ان هو يعمل اندفاع قله خبره في المواقف اللي زي دي ازاي يتصرف هو لو كان كمل بس مع حساب الولد لعب الكره فوق وكمل معاه خلاص الكره يعني ممكن شريف يطلع ياخدها ممكن هو يحطها كورنر لكن هو تهور من ساعه هو ما كانش شايف الولد كمان ما كانش شايف ما تقدرش بقى تقول مش شايف اصل مش شايف يعني انت ما انت جريت ازاي الكره لما اتلعبت لفوق يا كابتن ياسر بس بركات برده كان يعني يطلعها ناحيه الخط احسن يعني هو بركات مش شايف اللي ورا برده هو بركات عايز يعملها كده يا استاذ محمد زي ما انت قلت هو عايز يلعبها لورا مش شايف بس هو طبعا خانته وقلش دماغه جيت قدام المهاجم قدام مش بتاع دماغه مش بتاع هو الجمعه دي كان قدام الناحيه الثانيه كان قدام الجول الثاني يعني ده بنالتي سليم وطبعا كان صعب جدا على شريف انه يعني هو راح في نفس الزاويه بس طبعا هي في الزاويه لكن هي راحه في مقتل صحيح لكن البنالتي بتاع الاهلي كان سليم مفيش فيه كلام طبعا والله خبره من عماد يعني انا دي الخبرات بتاعت اللاعبين اللي في الموقف ده عارف هو يعمل ايه هو عارف ان المدافع جاي هيعمل تاكلينج عليه هو وخد رجله رمى الكوره زق الكوره وساب نفسه يعني بيقول له خلاص قدر قدر وده بيبقى مطلوب يعني مطلوب ساعات كنا بناخد قبل بدايه الموسم في المانيا كان بيبعت لك الحكام من زاويه قريبه اهي بنالتي فيهاش كلام طبعا لا بنالتي رجليه الثانيه بص عماد خبط رجله كمان في يعني هو موضحها قوي كنت عايز اقول لحضرتك في المانيا كان يبعت لك الحكام قبل الدوري ما يبدا ويقول لك انت لازم تظهر لي الخطا يعني ما تبقاش حد بيشدك وانت برضه تاخده وتقعد تجري بيه تجري بيه مع لسه الكوره مش هحسبها اقع اقف اتخبط اقع بس ما تمثلش يبقى فعلا تكون مغبوط يعني فكان يقعد يدينا محاضرات قبل بدايه الدوري فكانت بتفرق مع يعني ما دي كلها خبرات بس دي انت عارف انا بنقع ده رسمي لازم يجي لك رسمي لازم يجي لك كل قبل الموسم يقول لك ايه الجديد وايه اللي المفروض تعمله تمام طب وريني كده الجول وخد بالك ده اول بنالتي للاهلي بعد خمسه ضايعين عارف ان اخر خمس ضربات جزاء للاهلي الاهلي ضايعين مع بركات ما بيشوطش برينات كتير على فكره يعني دي غريبه انا عشره بركات كبيره وعشره كبيره جدا في منتخب مصر في مع بعض يعني وبلعب ضده طول عمري بركات ما بيشوطش برينات بس هم الفتره الاخيره فعلا زي ما حضرتك بتقول النادي الاهلي ضيع خمس ضربات جزاء ورا بعض فحطوا بقى صاحب اكبر خبره في الملعب كويس مجبر بقى ده كويس قوي يعني بس يعني واحد بس هو بركات مش من النوع اللي بيتنرفز او يتعط يعني بيبقى دايما بيقدر مسيطر على اعصابه يعني واعتقد جول متعب يعني هي جول متعب يعني هو تواجد في المكان السليم وبركات حطها له بشكل رائع جدا كروس باص عالمي بصراحه ودي بتاعت بركات ومتعب بصراحه يعني كروس باص انا شايفك وبحط لك الكره في المكان اللي انت واقف فيه ما بحطها لكش مشتركه بينك وبين الخصم لا ده انت وعماد متحرك كويس قوي وواخد المكان الفاضي وبركات منشن يعني برضه يعني نجم بركات في الكره دي بصراحه 10 على 10 بصراحه يعني نص الجون بتاعه 10 على 10 وحشتك انت الكروسات دي يا ياسر ناحيه اليمين كان عم مصر في الاوروبا على مرات لا بس كان ابراهيم حسن معقده
يخلص عليك مع كابتن جاري. كابتن جاري لعبه ديفندر عشان يخلص من الماتش. والله كابتن ابراهيم استاذنا كلنا وتعلمنا منه كتير والله. بس انت كابتن جوار لعبك ديفندر عشان خاطر ابراهيم حسن. بطوله واحده بس كان لا غنى عنه. بطوله القارات يعني. بطوله القارات انا لعبت الحمد لله 4 بطولات افريقيا لعبت منهم 3 باكرايت اللي هي بعد بوركينا اللي هي 9 اللي اتشال فيها كابتن جوار. شفت المغاير بس لعبتش انا المباراه دي. اتطردت في ماتش المكسيك ما لعبتش. المغاير مكانك خلص كابتن جوار. خسرنا من السعوديه 5. لا كابتن ياسر كان عليه اوفر هو بالحق برضو كابتن عمارة وكابتن ياسر لانه كانوا اسمهم الى حد ما مرتبط مع بعض سواء في المانيا او المانيا. كان كروس باس دوا. ياسر كان في المانيا قبل عمارة بسنتين ثلاثه. هو شد عمارة معاه بعد سنتين ثلاثه. بس كان من احسن لعيبه في مصر بتعمل كروس باس. وكنت يمكن في الفتره اللي رجعوا فيها من هانزر ستوك للنادي الاهلي كنا بنبقى عاملين حساب قوي كبير جدا جدا الاثنين دول كفرقه. كان كتيم بيلعب تلعب عليه بقى. خدنا بتاع 3-4 سنين ضد بعض انا وهو يعني. كان برضو موال يعني او سنتين ثلاثه كده. اللي كان بيكسب بقى الرحمن. لا هم كانوا بيكسبوا بصراحه. الفتره دي احنا النادي الاهلي ما كانش في توفيق خالص. اللي كانت من 2002 2004 انت جيت. احنا اول موسم كمان كنا متصدرين من اول يوم لاخر يوم اللي هو بتاع بونفريه ماتش الاسماعيلي. بتاع بونفريه ماتش امبي. هم بيلعبوا الاسماعيلي في استاد القاهره. يعني كان له قصه الماتش. احنا حتى كصحفيين كان لنا قصة. أنا راجل كنت وقتها تقريبا في الأهرام بغطي نادي الزمالك تقريبا مش فاكر. كنت معانا على طول. كنت بغطي نادي الزمالك وقتها في الفترة دي. في يوم الماتش ده. فكلنا حتى كميديا رحنا استاد المقاولين العرب. كله راح يحتفل. عشان خاطر كنا عاملين بقى الأهرام الرياضي وقتها المجلة ملف كامل من الجلد للجلد عن النادي الأهلي. فأنا وأنا كنت راجل بغطي الزمالك وقتها. فما روحتش الملعب بتاع الزمالك. رحنا ملعب النادي الاهلي. والزمالك مفيش حد خالص في الاستاد غير الفرقتين. مفيش. هم كانوا 7-8 وخلاص. والاداريين بس اللي كان بيلعب في الاسماعيلي وبيهيص مع الزمالك فرحان. لا التلفزيون الاهلي كان محتاج يتعادل ياخد الدوري. تعادل والزمالك يكسب يلعبوا ماتش فاصل اعتقد. ماتش فاصل. ولو الاهلي كسب خد الدوري على طول دايركت. الحاجه الوحيده اللي الزمالك ياخد فيها الدوري ان الزمالك يكسب الاهلي يخسر. مظبوط. وده كان بي يعني. فروحنا كلنا استاد المقاولين العرب عشان نحتفل واحنا كميديا وصحافه هنعمل ملفات كامله جدا عن فوز النادي الاهلي بالدوري. فجاه الشيطان نزل كرسي في الكلوب. لا وبعدين مش كرسي في الكلوب بس. الاهلي هجوم غير طبيعي. يعني انت لعبت الماتش ده؟ لا انا كنت مصاب قبل كده. كان محمد الليثي يعني. في واحد قصدك جيلبرتو جيلبرتو وبتاع محمد فضل الجول. ما هم الاثنين ورا بعض. جيلبرتو وفضل الاثنين ورا بعض. دي لو اتعادت 100 مره محمد فضل مش هيصحح ابدا. واحنا بس محمد احنا قبل الماتش بتاع النادي الاسماعيلي احنا نازلين يعني ما عندناش امل 1%. وخاصه ان النادي الاهلي طول تاريخه اول ما بيوصل اول دوري على القمه زي ما بيقولوا خلاص يعني ما بيبقى انت ايه يعني انت بقى ايه يعني ده حقيقي. واحنا كان عندنا اعتقاد بكده احنا كلاعيبه. فاحنا نازلين شو يعني احنا نازلين ان احنا بقى خلاص الدوري خسرته والموضوع انتهى وخلص والنادي الاهلي هيكسب ام بي مرتاح يا واحد يا اتنين وماتش سهل جدا. مش سهل ان فرقه ام بي ضعيفه بس الاهلي رايح يحتفل بدوري. لا وفرقه ام بي كانت فرقه كويسه وكويسه جدا بس الاهلي ان هو يخسر. انا بقول لك يعني تتكلم حتى اقل ما فيها ان الاهلي يتعادل والزمالك حتى لو كسب. الموسم ده قبل مباراه الزمالك في الدور الاول كنا سابقين بحوالي 12 او 11 بونت. اتعادلنا المباراه ده 2-2. انتوا كان مدربكم وقتها مين؟ كابرال؟ كان كابرال وكابتن احمد رمزي. كان كابرال مدير فني الزمالك. كان شغال معانا من بدري قوي الكابتن محمود سعد. انا هفكرك الموسم ده بقى. الموسم ده الزمالك خد الدوري ازاي؟ الدوري وقف لان كان في حرب العراق لو تفتكر. وطلع الدكتور كمال درويش قال لك الدوري المفترض ما يرجعش وهو متعاطف سياسيا مع العراق. قال لك هناخد يعني الدوري ايه كاس السلطانيه ولا درع السلطانيه. فاكر انت التصريحات دي؟ وحصل نوع من لان الاهلي كان متصدر. كنا حوالي 12 بونت او حاجه زي لا كده. وقت ما الدوري وقف الاهلي وصل لخمسه بونت. يعني متصدر بخمسه بونت. مظبوط صح. وقتها الزمالك حتى كان متعادل ماتش مع حرس الحدود وتامر عبد الحميد قعد يعيط يقول لك الراجل هيقعدني. فاكر انت التفاصيل؟ وبعده كبرال كان بيكلمني يشتكي.
فالدوري وقف فريق 5 بونت، فالدوري رجع. الاهلي فجاه خسر الماتش مش فاكر مين، والزمالك كسب الماتشين 3 بتوع، تعادلنا غزل المحله في استاد القاهره، وتعادلنا المقاولين وكسبكم الزمالك، وكسبنا في الدور الثاني، كسبكم 3-1 تقريبا في الماتش بتاعكم. كان لا 2-1 2-1 كان جمال حمزه وعبد الحليم علي، او كان جمال حمزه وكان اتعوض الفارق، وبقى الفارق ان الزمالك يكسب الاسماعيلي، ولو الاهلي خسر الزمالك ياخد الدوري، كان ده الاحتمال الاضعف يعني. رحنا كلنا الاستاد انبي، وانا فكان معنا زميل عبد المنعم القسطى، كان في الاهرام. ايوه كان بيغطي النادي الاهلي، وانا كنت بغطي وقتها نادي الزمالك. ف فجاه الماتش اتعقرب بشكل غير طبيعي، وفضل قدام الجون في 6 يارد، الجون فاضي وبيطيح بره، جيلبرتو يحط سن الجزمه في الكوره، اللي هو عايز يقطع الشبكه في ده جوه السته. الكوره بره مش ممكن يعني. استاذ عبد النعيم طبعا بعت له جوابات شكر كلكم اللي جاب جول اللي جاب جول ام في الماتش ده. احنا مش شكرناه، بس احنا كان عندنا استعداد ندي نص المكافاه كمان. بس دوري جالك من غير لا شيء، وفجاه يعني الزمالك جاب جول في اخر 10، ده حتى جبت الجول متاخر. حسام عبد المنعم جاب الجول فعلا. مش في اول الماتش، لا ده في اخر ربع ساعه، اخر ربع ساعه بالظبط. ففجاه جابوا الجول، والزمالك جابوا الجول، والاهلي الموقف متآزف. فانا فاكر حتى عبد المنعم القسطى كان قاعد قدامنا الكابتن محمود عثمان، فده نقطة بغل اهلاوي جدا عبد المنعم. كابتن محمود عثمان الماتش ده عايزك تنزل تحسب لنا بينا. الكابتن متعاطف محمود عثمان هو حكم، كان متعاطف شويه مع النادي الاهلي. ففجاه الدنيا اتقلبت، الماتش خلص، الاهلي خسر الدوري. هسألك سؤال بس يا استاذ محمد، النبي احنا الكلام ده عملتوا ايه بقى في في في, في احنا بقى انا بقت الازمه عندي انا بقى. ايوه ما انا بقى انا بس انت المفروض هتغطي. فجاه بعد ما كانت المجله من الجلد للجلد عن فوز الاهلي بالدوري، بقت من الجلد للجلد عن فوز الزمالك بالدوري. طبعا جاهز شق كتابه و... كلها فجاه المجله اتقلبت. لا انت شخصيا يمكن تقرا طول اليوم. وانا على الاهلي كانت المجله لما اتحط يعني طريقه التغطيه، انا كنت ضيف يعني، انا فنان ما بغطيش الاهلي ولا حاجه، انا كنت رايح يعني فانتازيا كده. ففجاه بقيت انا اللي مسؤول عن العدد، ان انت اللي هتعمل فجاه يعني، اللي هو يعني وانا قاعد اقول يا رب عايز الاهلي يجيب. عندي حرام عليك يا سعد، عندي 120 صفحه فجاه، ومش مجهز حاجه ولا عاملين حسابنا في اي شيء. فطبعا كان اسبوع اليم بالنسبه لنا، بالنسبه لي. وجرينا على استاد القاهره، كنت انتوا في استاد القاهره وقتها، يا دوب لقينا الدنيا اتقلبت، قمت جاري بالعربيه جاري على استاد القاهره، وحاولنا مع المصورين ناخد لقطات ونغير شكل المجله. فكان فعلا كانت سنه اليمه على النادي الاهلي. عايز قبل ما اختم الفقره دي نقول بسرعه اللي تاهلوا بقى لدور ال ال الثمانيه من دوري ابطال افريقيا. الترجي التونسي، الاهلي المصري، ليوبار الكونغولي. المستوى الاول هيبقى الترجي والاهلي على راس مجموعه، وبعدين ليوبار والقطن في المستوى الثاني، هيبقى واحد منهم مستوى ثالث. الزمالك و ليبولو انجولي مستوى ثالث. الزمالك ما معهوش حد، لان الثلاث فرق اللي بعد كده اللي طالعين، او الاربع فرق اللي هو معاه ليبولو قدامي في الورقه. ايوه الزمالك. هو المفروض دخل ليبول ده، بس هو اصلا ما عندوش تصنيف، لانه واخد زيرو. الزمالك واخد 3 بونت ودول واخدين زيرو، فهو ايه ممكن يكون حطوه ممكن عشان يقفلوا بالموضوع ده. واورلاندو بيراتس اللي هو جنوب افريقيا مع سيوسبور كوت ديفوار، ده في المستوى الرابع. نتمنى ان شاء الله. مش ملاحظ حاجه يا استاذ محمد في الاسماء دي؟ الترجي ما فيهاش مازيمبي يعني؟ مازيمبي خرج النهارده؟ خرج. الاسماء الزمالك الكبيرة. الزمالك الترجي الاهلي هم اللي ايه يعني اللي ابرز القطن. بس القطن مش في نفس الفتره اللي الزمالك وبتاع السنتين اللي فاتوا كان عامل نتائج ومباريات كويسه في بطولات افريقيا، انما الفرق الكبيره كلها عندنا امل الاهلي والزمالك يصعدوا بقى، يبعدوا القرعه بس، تبعدوا ان شاء الله، بس ما يبقوش في مجموعه واحده يعني. يبعدوا عن دور الثمانيه، بعد كده سيمي فاينل او فاينل، تبقى الامور افضل بالنسبه لهم ان شاء الله. ان شاء الله. انا بشكركم شكرا جزيلا. عندي لسه فقره عن الكره العربيه، فانا قاعد لسه شويه. جود لك. بشكرك وشكرا جزيلا كابتن ياسر رضوان، طبعا احد وابرز نجوم الكره المصريه على مدار تاريخها. بشكرك. شكرا جزيلا. ايضا كابتن طارق السيد احد ابرز نجوم الكره المصريه على مدار تاريخها. بشكرك كابتن طارق السيد. سعيد ان انا كنت معاك. ده كان فقره تحليليه سريعه لمباراتي اليوم. نطلع فاصل سريع جدا، وثم نعود نتواصل مع فقره السوبر عرب، هيصاحبني فيها احمد خيري.